تبارك الله مجموعه من الاقتراحات صراحه مليكه ما شاء الله عليك. يعني صراحه كي كنقولوا بعد الصوره نسيك في الاخرى يعني تبارك الله والسلام جي عليك صراحه. دونك كاين اقتراحات, كاين الملح الحلو, كاين بزاف ديال الحاجات زوينه, وكاين واحد الحاجه انا كتعجبني بزاف وغنذكرها حتى جمال غتعجبو اللي هو الخليع, ولكن خليع سريع التحضير يا كماليكا تبارك الله عليك. دونك انا غنبدا معك بما اننا الناس كتبغي الاطباق اللي هي العراسات او للحضور او للمناسبات او للعائليه. تبارك الله انت تشوفوا بزاف كيمشيو في الحوت وكيدير وصفات ديال الحوت او الحوته معمره. غنشوفوا اول اقتراح ديالك هو حوته معمره, واكيد هاد الاقتراحات كلها فهي غتنزل لكم على الصفحه الرسميه شاد اف ام واليوتيوب ديالها بطبيعه الحال بالصوره بالمقادير بالطريقه ديال التحضير. اجي ناخذوا حوته معمره بالطريقه ديالك لا مليكه. هي غادي نعطيك هذه حوته كبيره كنعرفها بالفلافل. واحد الحوشه اختصار ماديه وكتجي زوينه صراحه. واخا بالنسبه للمكونات عندي واحد حوته انا استعملت كوربينه, ممكن السيده تستعمل اي نوع بغات. هي كيحلها لينا مول الحوت من الظهر مزيان ضروري الحوته نشفوها مزيان. واخا بالنسبه للشرموله عندنا الربيع زبور ومدلوس مقرطين, عندنا واحد راس صغير ديال الثومه محكوك عندنا الحامضه مصيره مقرده بالقشره ديالها نشبين ديال الكمون شويه ديال الزبوريات شويه ديال التحميره شويه ديال الهريسه او السودانيه اللي بغات السيده. انت شنو تفضلي الهريسه ولا السودانيه نديرو؟ الهريسه. واخا صح يلا عندنا شويه ديال العطريه الخاصه بالحوت. ايه عندنا الزيت البلديه على حسب الكميه الشرموله اللي دايرين يعني على حسب الحوته. انا درت كاس ديال الزيت البلديه. واخا اللي بغات الزيت البلديه والروميه تخلطها. واخا بدا نص كاس دي نص حامضه مصيره واحد شويه ديال قطرات من الصوجه واحد معلقه صغيره هكاك. واخا هذه هي الشرموله. وبالنسبه للعماره غنعطيك العماره دابا ان بلافه ديال الروز طلقته درت ليه غير نص طياب. اييه شديت هذاك الروز خلطت معاه شويه ديال الزيتون خضر. واخا شويه ديال الشامبينيو كحل اللي كنغسلوه مزيان من داك الرمل من بعد كنقرضوه. اييه اللي ما عندوش هذا يدير ديال العلبه. واخا هذا بالنسبه للشامبينيو. اييه عندنا واحد فلفله حمراء مقطعه مربعات صغيره. اييه عندنا شويه ديال الكورنيشو حتى هو محكوك. واخا وعندنا ثلاثه العلاب ديال الطون كنستعملوهم بالزيت ديالو هكاك. واخا نعم. وعندنا 100 غرام ديال الفخوماج محكوك. اييه عندنا الفلافل ملونه اللي غنعمروا اللي غنرافقوها مع هذا الحوطه. هي صافي هادو هما المكونات. غادي نمشي للطريقه. نعم الطريقه كنشدو هذيك الشرموله اللي قديت كنفعل جوج واحد النص كنفرملو بها الحوته من الداخل برا. من الاحسن نفرملوها ونخليوها ليله قبل من الاحسن باش كتشرب لينا القمام ديالي. يعني اننا نقدروا نديروها بالعشيه نبيتوها كيف كنقولوا في الشرموله. واخا لا باش كتشد سميتو اللي ما عندوش الوقت غير يخليها تقريبا واحد 4 ساعات. واخا حيت قد ما شربات هذيك الشرموله صراحه كتجي بنينه بصح. من النص الثاني ديال الشرموله كنزيدو على الروز وكن على الروز وديك الشامبينيو داكشي كامل. وي ودوك العلب حتى هما ديال الطون ديال الطون كنزيد عليهم هذاك سميتو داك النص اللي بقى ديال الشرموله على داك الروز. اييه كنخليو شويه ديال هاد الروز كنقسموه على جوج. نعم كنشدو النص ديال الروز كنعمرو به الحوته ديالنا من الداخل. اييه وكنتدوها بداك الكيغدون راه ما كتحل ما والو اللي حيت فيها الفرماج. عرفتي الفرماج راه كيعلقها كيعلقها كيجمع هذيك الحشوه. اييه خاف تدير هذاك الكوردون داك سميتو كتسدو. واخا وداك النص اللي بقى عندنا ديال 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 الروس كنعمرو به الفلافل. اييه
صافي، وكنرسمهم بشويه ديال الفرماج من الفوق هذوك صافي. كنشدو هذيك الحوته ديالنا كنديروها في الطاوه، كنفرشوا ليها ورقه ديال الزبده ولا ورقه ديال الطبخ، اييه، وكنعاودوا نلفوها بالالومنيوم. واخا انا كنديرها مع كنديرها في الطاوه مع الفلافل مع كلشي، كندخلها للفران كيطيب كلشي في دقه. كيطيب كلشي في الدقه. من بعد ملي كطيب كنعاودوا عليها تحمر، وملي كتحمر كتسميتو كتلق واحد المرق، وكنخليو هذاك المرق يتخطر شويه، كنجيبوه كنزيد عليه غير شويه ديال الهريسه ولا شويه ديال السمنه، وكنقدمو حتى هو راه شفتيهم في هذوك باش اللي بغا هكا يخوي شويه اللي كيبغي لاصوص ولا وفي التقديم فيها درت واحد البلا يكون من الاحسن يكون طويل، كنفرش الخص، كنحط الحوته ديالنا، كنزينوها كنرافقوها كبالجناب بدوك الفلافل مع مرض الروز، وكنحطوا هذوك داك المرق داك شويه ديال المرق هكايا كنعملينا تزين، كنقدمها في الحوره حتى تجي رائعه. بهاد الحشمه ديال الطون والدم الا كتجي تقولي بحال دايره فيها الحوت مع مرض الله، تبارك الله عليك صراحة. هو الطون معمر بالطون، الحوت معمر بالحوت. الله تبارك الله عليك. وتا الطريقة ديال الفلافل، يعني أنك خديتي الفلافل بالألوان ديالها الأحمر والخضر والصفر أيضا، وتا الحشوة جديدة، يعني أن الطون مع الفروماج مع الروز، والروز ديجا ما طيبش كامل، يعني غيكمل الطياب ديالو في الفران، ما غيجيش معوس، غيجي باقي قابض في راسه مزيان صراحة. وطريقة صراحة زوينة، تبارك الله عليك مليكة. هاد الوصفة هادي نعم هادي لا معمرة بشي كخوبات ولا شي حاجة، ورا تبارك الله ورا تا الطون والروز والشامبينيون، هاد المقادير كلها تا هي راه خير من الله. ما شاء الله ما شاء الله. دونك تبارك الله كاينين حتى الحلويات ما شاء الله عليك صراحة. عجبتني تشيز كيك بالكيوي، بما اننا تنتكلموا على الكيوي وتنتكلموا على الفيتامين سي وتنتكلموا على بزاف د المواد اللي ربما مهمة في هاد الوقيتة ديال السنة، خاصة ملي تيكون شوية الحال بارد أو ملي تيكونوا هاد النزلات ديال البرد. صراحة الديكور ديالها زوين صراحة، بغيت نعرف كي غتجي في المذاق. قولي مليكة. زوينه، ناخذ المقادير ديال التشيز كيك بالكيوي، وكذلك كاينه التشيز كيك بالفواكه الحمراء باش نرضيو كل الاذواق، الخضر والحمراء علاش لا. يلا نبداو بالتشيز كيك بالكيوي ومن بعد نمشيو ديال الفواكه الحمراء. تفضلي. ثلاثه العلب ديال البسكوي، يكون البسكوي ماشي كنطحنوا، هذا ما كنطحنوش، تيكون طاين البسكوي. البسكوي اللي كنختارو هنا تيكون دائري ماشي واخا. كنشدو هذاك البسكوي ديالنا هو الاول، كنشطفوه في المول، وفي الحاله الا بان لينا شي خويات هكا كنهرسو واحد شويه من قطع ديال البسكوي، وكنعمرو هذوك الفراغات واخا، كيجينا السيركل دائري واخا. ما غادي نمشي للعماره صافي، البسكوي هو هذا اللي راه هو كيجي فاز، ما كتفزقيه ما والو. لا مع كدير عليه لا كريم تيجي سميتو اللي فوالا. يعني غناخذو بسكوي دائري وغنحاولوا نرصيوه في المول ديالنا اولا في الاطار ديال التشيز كيك، يعني بالقياس ان ما نخليو حتى شي بلاصه تكون خاويه، كنقادوه كامل، ما كندوزو لا في حليب، ما كندوزو لا في قهوه لا حتى شي حاجه. اللي بغا تطلب شويه ديال الحليب هكا دوزو في الحليب دوزو، غير انا خليته صراحه، وملي باتو داكشي جا فازك جا شرب هذا. اللي بغا تعمل داك سميتو تستعمل البسكوي مربى راه ممكن ديرو في اطار مربى واخا. استعملته في دائره كما شفتي، عندنا 400 ديال 400 غرام ديال لا كريم فريش، اييه، وعندنا رابعه ديال الجبن، المهم الجبن يكون عاقد هنايا، ممكن نعوضوه بداك الفرماج المربع واخا. وكان نحليو بالنسبه لهذا الفرماج كنحليو بواحد 3 معالق لك، هذه لا كريم فريش راه كتكون حلوه، اييه. والجبن كان نحليوه بشويه ديال سميتو، واحد 3 معالق هكا ديال السكر كلاص واخا، وكنديروا النكهه بالنسبه لسميتو، كنديروا النكهه ديال الفخومبواز ديال حنا ديال الكيوي. علاش كنهضروا دابا؟ دابا على كنهضروا واخا. هذه هما المكونات، غنمشيو لك الطريقه، اييه. كنضربوا هذاك الجبن كما قلت لك مع 3 معالق ديال السكر على حسب الحلاوه اللي بغينا، كنزيدوا واحد شويه ديال النكهه ديال الكيوي، اييه،
ملي كنضربوها كنجيبوا هذيك 400 غرام ديال لا كريم فريش كنطلعوها 50% يعني مي مونطير ما كنطلعوهاش حتى كتبقى كاملة. واه كامله. كنخلطوها مع داك الجبن، كتزيدوا داك الجبن حنا كنخلطوه شويه بشويه حتى كيدخل داك الجبن كامل في هذا في هذيك لا كريم. انا ما كندير لا جيلاتينا والو، راه كتجي عاقده وي ليت عاقد. صافي من بعد كنجيبوا شويه ديال الكيوي كنقطعوه هكا طريفات، كنقطعوه طريفات اي وكنمشيو هذا كنمشيو للكلاصاص. الكلاصاص نخليها لك حتى الاخر، واخا غير واخا كنجيبوا هذاك ديك الطبقه اللي قدينا اللي فيها ديال الجبن مع الكريمة. ديال الكريمه، كنديروها فوق هذاك البيسكويت، ايه كنحاولوا نقدوها مزيان وكنخبطوا شويه بداك باش يدخل لينا هذيك الكريمه مزيان. صافي وكندخلها انا الا كنت زربانه كندخلها الموجمي تقريبا حتى كيجمد ليا الخليط مزيان باش كيجينا هذاك الكلاصاج مزيان. بالنسبه للكلاصاج ملي كنبيتوها من الاحسن نبيتوها في الموجمي حتى الغد ليه. صافي الغد ليه كنمشيو كنقادو الكلاصاج. الكلاصاج فيه 4 الحبات ديال الكيوي أيه. يكون مرقيين، كنطحنهم مع كاس ديال الماء و30 معالق كبار ديال السكر على حسب الحلاوه. كنخوي الخليط في شي كاسرونه، كنزيد عليه واحد فلان صغير يعني عادي، وجوج معالق ديال النشا، وكندير الخليط ديالي هنا. كندير الخليط ديالي فوق البوطه مع التحريك المستمر حتى كيعقد لينا الخليط خارج النار. كنزيد واحد شويه ديال النكهه اللي كتعطي المذاق، النكهه ديال الكيوي واخا اللي كتعطينا المذاق وكتعطينا اللون في نفس الوقت، كتزيد عاود اللون. وي اها هادي بعد ما كنخرجوا من فوق العافيه، كنحيدهم فوق العافيه كنساو العافيه وكنزيدوا ديك النكهه اللي كي واخا. صافي صافي ملي كنجبدوا هذاك التيسكيك ديالنا كنخليو هذا الخليط يدفى شويه باش ما يحفرش لينا هذيك لاكريم، غير يدفى شويه غير يدفى شويه. صافي نصبوه لفوق ديال الكريمه ديالنا وكندخلوه يشد راسو ما بغينا نقدموه، كنزينوه باش ما بقيناه هو راه مزين راسو صراحه كيجي زوين بزاف. صراحه قلتي واحد النقطه، هو مزين راسو صراحه، لان الكيوي في دوك الحبيبات كحلين دوك النقيطات، زائد ان داك لا كولور صراحه ما كتبانش انها ديال، ملي كتشوفها ما كتبانش انها ديال الكيوي صراحه. ونسيت واحد شويه اللي كليك دوك الطريفات ديال الكيوي كنقسم هذيك لا كريم، نسيت ما قلتهاش لك هذه الفكره، كنقسموا لا كريم على جوج، كندير واحد الطبقه وكنرش عليها دوك سميتو ديال الفواكه داك الكيوي وكنعاود نغطيه بهذيك لا كريم. صراحه تبارك الله عليك، وتطريقه زوينه صراحه. اننا ديما كنشوفوا ربما التشيز كيك كنشوفوها بالفخيز او الكوري فخيز، وكنشوفوها كذلك بالكريمه او بالشوكولا او بالكراميل زوينه، او بالفواكه الحمراء زوينه انها تكون فواكه خضراء حتى هي علاش لا. دونك هذه تشيز كيك بال كيف قلنا بالكيوي، غنشوفوا تشيز كيك بالفواكه الحمراء ياك حتى هي، ناخذوا المقادير ديالها تفضلي. الفواكه موجوده تبارك الله، غادي نعطيك بالنسبه لل صراحه تبارك الله 200 غرام ديال البسكوي عادي بالنكهه ديال الكوك واخا، مهرمش رقيق ايوا، وعندنا واحد 100 غرام ديال المكسرات. انا كنخلط شويه اللوز مع شويه الكركاع، المهم السيده اللي بغات واخا اللي متوفر عندها متوفر عندها، كيكون مهرمش رقيق حتى هو بحال اسميتو بحال الطريقة اللي هرمشنا به الكو هذا البسكوي كنهرمشو به دوك المكسرات واخا. 100 غرام تقريبا واحد الكاس ديال العنبة، وعندنا واحد 100 غرام ديال الزبدة دايبة باش غادي نجمعو هذا البسكوي ديالنا، واخا بين 100 غرام واحد جوج معالق هكا واخا، غير الزبدة تكون دايبة. صافي هذه هي الطبقة الأولى. بالنسبة للطبقة الثانية عندي جوج علب ديال الجبن يكون عاقد ما يعادل واحد 200 غرام ايه، كما قلت لك ممكن نعوضوا هذا الجبن اللي ما عندهاش الدوز غير دير هذاك الفرماج مربع واخا. عندنا النكهه ديال الفخوي، وعندنا 3 المعالق ديال السكر كلاصي، وعندنا واحد 400 غرام ديال لاكريم فخيش اللي كتكون حلوه اييه، وعندنا الفواكه الحمراء للتزيين واخا، والكلاصاج نخليه لك حتى الاخر باش نقولوا لك واخا. نعم نمشيو نقادوا الكريمه اييه.
للبيسكوي بعدا كنمشيو نطحنوا هذاك، كنخلطوا هذاك البيسكوي مع الفواكه الجافه، اللوز ولا اللي كاين، كنلمعوه بالزبده، كنجيبوا واحد السيركل ديالنا كنيطاليو فيه هذاك الخليط، وكنجيبوا واحد الظهر ديال المعلقه، وكنحاولوا نبركوا على الخليط ديالنا باش باش كيتقاد. كيتقاد وكيجي ملس، وكتدينا الفورم مزيان ديال الموز، واخا كنحطوا في الثلاجه، وغنمشيو نحضروا الطبقه الثانيه. انت ما كتدخلهاش الفران كاع؟ لا انا صراحه ما اكذبش عليك، انا كنفضل هذه القاعده ديال تشيز كيك، كتعجبني انا ندخلها شويه الفران غير شويه الوقت، كتجي فيها واحد لوغو كيجي زوين مع ديك الزبده الحيوانيه، كيجي رائع. سي فغي اغلبيتكم كتبغيوها انها تبقى في الثلاجه، انا كنخاف عليها تفرتت فكتنضفنها شويه. المهم اللي بغا يدخلها شويه الفران يدخلوا، اللي بغا الثلاجه يدخل المهم راه بحال واخا. دونك كنخليوها في الثلاجه تقبض غير فراس القاعده ديال تشيز كيك. بعد من بعد غنمشيو نحضروا الطبقه الثانيه اللي هي لا كريم، كنشدوا الجبن كنطبقوا مع السكر كلاصي، كنزيدوا النكهه ديال لي فخوي ولا النكهه اللي بغات السيده، كنطربوهم مزيان. من بعد كنزيد هذا الخليط ديال الجبن على 400 غرام ديال لا كريم فخيش اللي كنطلعوها بحال الاولى، كنطلعوها 50% ماشي كنطلعوها حتى كتطلع كتوقف، واخا كنزيد عليها هذاك الجبن كما قلت لك، كنزيدو غير شويه بشويه، يعني كنبداو نخلطو من تحت للفوق صافي. من بعد كنخرجو هذاك الاطار ديالنا، كنخويو فيه الطبقه ديال لاكخيم، وتا هو كنقادوه مزيان وكندخلو الموز منه. واخا من الاحسن هاد التيسكيك نديروهم بالليل والغد ليه نتناولوهم، باش الاحسن صراحه باش كياخدو وقتهم في المجمد صراحه. الكلاصاج فيه كنخلطو الفخيز، عندنا واحد تقريبا واحد كاس هكاك ديال الفخيز yeah. واحد 200 غرام اللي كنطحنوه مع شويه ديال السكر كنطحنوه مزيان وكنصفيه صافي، كنزيد غير كاس. من بعد كنديرو في واحد كاسرونه فوق البوطه حتى كيجي بالغليه بعدا ملي كنصفيه كنخلطو مع واحد الفلون عادي، واخا واحد معلقه ديال النشا صغيره كما قلت، راه طحنته مع السكر صافي، كنديرو في كسرونه فوق البوطه غير كيجي بالغليه صافي، كنطفي عليه خارج النار، كنزيد واحد النكهه ديال الفخيز ولا النكهه ديال الفرومبواز واخا، كنخليوه حتى هو يطفى شويه، ما نديروش فوق سميتو هو سخون، لان كيعطي واحد كيحفر هذيك صح، يحفر لنا الكريمه ديال تشيز كيك، غير كيبرد شويه غير كيطفى شويه، عاد كنديرو فوق الكريمه وكنزينو بدوك الفواكه الحمراء صراحه زوين. درتي الفرومبواز على التوت، على درتي وريقات ديال النعناع، لي كولور جات مع بعضياتها تواتات، وتا داك الكوليه ديال الفخيز اولا الكلاصاج ديال الفخيز صراحه زوين بزاف. دابا غنمشيو نشوفوا واحد الحاجه اللي قلت انا تتعجب بزاف الناس، انا من الناس اللي تتعجبني، اللي هو الخليع. ماشي افلام الرعب جمال. الخليع اللي تبارك الله وليت اشوفه، تبارك الله وصفات كثيره ومتعدده، وتبارك الله كاينين مدن مغربيه اللي معروفه به بشكل اللي هو كبير. سي فغي بزاف من الناس يتكلم عليه في العيد كبير، ولكن هو كيبقى معاك الفصول كامله، لان تبارك الله بزاف الناس كان كنوع من التخزين ديال اللحوم باش نستهلكوا اللحوم بشكل اللي هو عاود في كل وقت كنبغيو اولا كنشتاقوا اللحم ايضا. مليكه مرحبا بك من جديد. شكرا جميلة. اذا تبارك الله عليك، انا اللي كيعجبني في مليكه راه غتشوفوا الصور على الصفحه الرسميه شاداي فهم، حتى التاويل حتى الطريقه ديال التقديم، من غير تبارك الله انكم ما شاء الله عليكم اللي كتشاركوا معنا، كلكم عندكم قنوات وكلكم كتشاركوا هذا الهوس وهذا الحب ديال الطبخ مع المتتبعين ديالكم مع شاداي فهم ايضا، ولكن تبارك الله كل شيء كيبان حتى من التاويل ديالكم، الطريقه ديال التحضير اولا ديال التقديم، التصوير كذلك، هادشي كله كيلعب دور وكيخلي التميز كيكون باين ما شاء الله عليك. مليكة تبارك الله، نشوفوا الخليع ديال مليكة سريع تحضير، راه جمال مجد باش انه يقد معك ويكتب المقادير. الله العظيم كيجي بحال هذاك ديال الجديد مني، بس ما كاينش، راه هو عندي باقي تيسمع، باقي عندي واخا.
واخا احنا نشوفوا دابا. تبارك الله على الوصفات ديالك كلها كتكون زوينه ما شاء الله عليك. تفضلي. حيت انا درت 3 كيلو ديال اللحمه، انا غنعطي غير قياس ديال الكيلو باش الناس اللي بغا يجربوا. واخا غادي نديروا واحد كيلو ديال اللحم هبرة بكري تنقطعوا على شكل شرائح تكون صغيره شويه. اييه. عندنا واحد معلقه كبيره ديال الثومه مطقوقه. ديال اش؟ الثومه. اها. كنحكوها ولا ندقوها. عندنا 3 المعالق كبار ديال القزبر يابس. عندنا واحد المعلقه كبيره ديال الكمون بلدي. واخا الكمون ما تنكثروش بزاف لان كيدير المرار. واخا واحد المعلقه كبيره. الكمون مطحون. مطحون هذا. واخا من الاحسن يكون بلدي. اييه. كيعطي مذاق زوين صراحه. 3 المعالق كبار حتى 4 ديال الملح على حسب قياسنا. واخا. وواحد المعلقه كبيره ديال الخل. اييه. هذه هي اللحم، وعندنا 4 ديال الشحمه ديال الكلوه. اللي بغات تدير تزيد 4 تزيد شويه على هذا 4 زيدوا. و4 ديال الزيت البلديه. واخا. اللي بغات تخلط عاوتاني الزيت البلديه مع الروميه ديرها، واللي بغات دير الروميه ديرها. واخا. اجي نعاودوا المقادير. تلفوا الجمال. عندنا واحد كيلو ديال اللحم هبرة بكري مقطع شرائح طويلة. اييه. ما نقطعوهاش سنة حيت راه مع الطياب وهذا خصني يبانو هذوك الطيفات. يعني ما نرقهمش اي. لا. واخا. يكونوا طيفين هكا باينين. باينين. واحد المعلقة ديال الثومة مسلوقة. اها. واحد 3 المعالق كبار ديال القزبر يابس. عندنا واحد المعلقة كبيرة ديال الكمون بلدي. 3 المعالق حتى 4 ديال الملح على حسب قياسنا، اللي بغات تكثر عاوتاني الملح، المهم هاد 3 حتى 4 كيجي قياس هو هذاك. عندنا واحد المعلقة كبيرة ديال الخل. عندنا 4 ديال الشحمة، اللي بغات تزيد شوية على هاد 4 تزيد ممكن، و4 ديال الزيت البلدية، واللي بغات دير الزيت عادي راه كاين اللي تخلط واللي بغى يخلط راه مزيان. واخا. شفنا اول شيء المقادير ديال الخليع اللي قلنا سريع التحضير، يعني ما يبقاش ديك المده اللي كنبقاو على ودي تنستناو الخليع حتى كيتقاد. شفنا المقادير اللي هي سهله. الانسان عاود الكميه ديال اللحم على حسب هو شحال بغى وشحال على شيء قد. نمشيو نشوفوا الطريقه دابا. الطريقه غادي نعطيك زوج طرق كلهم سهلين زوينين. واخا. كي طريقه يدير. واخا. الطريقه هو انني كندير هذيك الطريقه ديال اللحم. كنجيب واحد الطاوه ديالي كنفرش ليها الورق ديال الطبق. اييه. كيكون الفران سخون مزيان وكندخل ليه هذاك اللحم. هذه العمليه كنديرها حتى كيبرد عليه الفران. بلاتي دونك حنا كناخذوا الطاوه ديال الفران كنفرشوا لها الورق ديال الطهي لا ياك، وكنستفوا عليها هذيك الحيمات ما فيهم لا توابل لا والو. لا راه شرمناهم بلاتي ولا ما قلناهاش، حنا قلنا غير المقادير مليكه. مليكه حنا قلنا المقادير. اجي نقولوا الطريقه ديال كيفاش نشرملوا هذه الحيمات هادو، عاد باش نمشيو للطريقه ديال هذا ومن تذكر بالمقادير. يلا بالنسبه للطريقه، كان هذوك دوك الحيمات كنشرملهم هذوك المكونات اللي ذكرت، يعني ديك الثومه والقزبر يابس والكمون والملح والخل. واخا. والزيت لا هنا ما كنديروش الزيت. لا ما كنديروش الزيت. فوالا. كان الطريقه الاولى كنجيب واحد الطاوه ولا لاطا كنفرشوا فيه ورق ديال الطهي وكنصفوا فيه هذه الطريفات ديال اللحم، وكنمسكين ديال ما نديرو شي على شي، كنكونوا مسكين مزيان واخدين بلاصتهم مزيان. كنشعلوا الفران ديما، الفران يكون سخون يعني سخون مزيان. كنطفيو عليه وكنديروا هذوك اللحيمات ديالنا. كنديروا هذه العمليه كنكرروها شي 3 الخطرات 4 الخطرات في النهار، حتى كي هذا داك الفران كيبرد عليه كنعاود نزيد. ما كان الا طيبنا الخبز كندخلو، طيبنا الكيكه هكاك ديال المهم 3 الخطرات 4 الخطرات في النهار. فوالا. دونك بحال دابا السيده طيبات الخبز في الصباح، ملي كتسالي اخر خبزه كتدخل مورا هذاك اللاطا اللي فيها الحيمات وكتطفي عليها وكتخلي حتى كيبرد، من بعد عاود في العشيه صايبات كيك او لاكارت او لا شي حاجه عاوتاني في الاخير. واه مزيان. لمده تقريبا واحد يومين كيبان ليها راه صافي، راه بحال الا كرم صافي، راه ماشي يكون قاصح غير تيكرم صافي راه هو موجود.
هذه هي الطريقه الاولى. انا دونك عاود ما الطريقه نكرمو في الشمس او لا في كيف كنقولوا هكذا في الفران كيكون احسن. واخا بحال دابا الوقت ديال البرد داكشي صراحه الشمس صعيب شويه صعيب شويه ما كتكونش حاره وداكشي. الطريقه ديال الفران والله العظيم الا كتجي تماما بحال الشمس شهادة الجميع زعما اللي داقو عندي واخا حنا جمال غير جربوا. انا بالي يا جمال فهمتي ناوي ما فهمتي فكرتي في مدينه فاس في مدينته دونك راه ناوي يلا. دونك بعد ما درنا هذه الطريقه كنديروها لمده 4 المرات في النهار ياك. 4 المرات في النهار لمده يومين ولا يوم واحد؟ يومين او لا يوم واحده مليكه؟ اي على حسب كل واحد وفران راه دغيا راه كاين اللي ياخذ ليها يومين كاين اللي ياخذ ليها يومين 6 ايام. واخا واخا ما كيتعطلش واخا عرفتي ديك الملحه راه دغيا كت هذا. نعم اها. الطريقه الثانيه كما قلنا هذوك الحيمات بعد ما شرملناهم دوك العناصر اللي ذكر كنديرهم في شي بواطه وكنغطيهم كنغطي هذاك البواطه بالسلوفان كنغطيه مزيان وكندخلها للثلاجه واخا ومره مره كنحركوها لمده 24 ساعه. هادي غير كنديروها في الثلاجه 24 ساعه. بلاتي 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 دونك هانتي الطريقه الاولى هي ديال اننا نكرموا اللحم في الفران ياك. نكملوا هاد الطريقه عاد نمشيو للطريقه الثانيه. من بعد كنديروا هاد الحيمات في بواطات اولا في قراعي معقمه وكنزيدوا على الزيت ياك ولا ديك الشحمه. اجي نكملوا هاد الطريقه عاد نمشيو للطريقه الثانيه. الله يعطيك الرضا. سميتو ديالو ياك ولا نعطيك لا اعطيني الطريقه الاولى اننا درنا في الفران كرموا لنا الحيمات ياك. اشنو الطريقه ليطاب الثانيه باش نكملوا هاد الوصفه هادي عاد نمشيو للطريقه الثانيه مليكه. دابا في الفران ملي كنحسو بهذوك الطريفات ديال اللحم صافي راه كرمو لينا راه سميتو راه صافي كرم يعني كيولي الحجم ديالو متقلص الحجم ديالو ولا صغير واخا كيبان. لا الا قطعناه هكايا ما تيبانش مازال فيه هذا كيبان صافي كرم الحيمه طابت طابت صافي. ديك الساعه كنجيبو هذا سميتو كنديروه في شويه ديال الماء كنغسلوه من هذيك الملحه الكثيره هكاك وكنجيبو الطنجره ديالنا كنديرو فيه كنديرو هذيك دوك الحيمات كنزيدو الشحمه وكنزيدو واحد كاس ديال الماء. نعم اذا الحيمه بعد ما درناهم في الفران قلتي كنغسلوهم باش نحيدو الزايد ديال بحال اللي كنديرو مع القديد كنحيدو كنغسلوه من بعد كنقطروه وكنديرو في طنجره ولا هذا كنزيدو عليه ديك الشحمه ديال الكلوه الزيت يا اما الزيت العود يا اما الزيت الروميه يا اما مخلطين مع بعض وكاس ديال الماء وكاس ديال الماء. الماء نحاولو ما نكتروش لان اللحم واخا من بعد كنخليوها على نار مهيله ماشي مهيله بزاف كاع سميتو غير شويه المهم ولكن مره مره كنحركو واخا كنحركو الحماس حتى كيتبخر لينا هذاك الماء تماما يعني ما يبقاش نقطه ديال الماء. نعم كتبقى غير الزويته كتبقى غير الزويته. وعندي واحد استيس هكا باش السيدات المبتدئات باش يعرفوا انه داك سميتو داك الخليع راه ما بقاش فيه الماء نهائيا. يعني ملي كيوقف في اليدام ديالو صافي السيده باش تتاكد كتجيب القطعه ديال شي كاغط هكايا كتخشيه في هذاك اليدام وكتشعل عليه البريكه الى ترتق دونك راه باقي فيه الماء يعني هنايا راه فيه الماء. الى ما ترتق راه شعل بحال شي فتيله ولا اي صافي راه هذا راه موجود راه ما فيهش نهائيا مزيان. الماء اللي كيخسرو اللي كيغملو وكيتصور صح. دونك حنا وجد لينا الخليع صافي كنمشيو للمرحله ديال التخزين ياك. صافي بالنسبه للتخزين كنجيبوا القراعي يكونوا معقمين وكنخويو فيه هذاك كنهزو بعدا دوك الطريفات ديال اللحم هما الاولين كنديروهم كنوزعهم في القراعي ديالنا عاد كنخويو عليه داك ليدان صافي. عندنا غير في الكوزينه ما كنديرو لا في الثلاجه لا حتى حاجه ما كيتسميه والو. شحال كيبقى هذا الخليع هذا؟ يبقى عندك مدة يبقى عندك عام يبقى عندك ما كيطرى ليه حتى حاجة بحال الخليل عادي اللي اصلا ما تيبقاش. قولي تصيب باش يبقى راه ما غيبقاش. كيك الرغيف ديال الخليع هكا البيض بالخليع تبارك الله الوصفات. دونك هذه الطريقة الأولى ياك. اجي الطريقة الثانية اللي قلتي ما غنديروش ما غنكرموش اللحم. ما غنكرموش
كنكرموش غنديروه على الثلاجه. واخا كنشدو هذوك الطريفات ديال اللحم اييه بعد ما شرمناهم كنجيبو البلاطه شي بواطه تكون زوينه اللي كتشد مزيان كنديروا فيها هذيك اللحم اييه كنديروا فيها هذيك اللحم كنشدوها مزيان بواحد السلوفان وهذا وكنخليوها في الثلاجه واحد 24 ساعه ولكن مره كنحركوها يعني كنبداو نحركو غير القرعه كنرجعو القرعه إيه ماشي كندخلوا معلقه د العود ونحركو كنحركو غير القرعه ماشي القرعه البواطه البواطه يدنا فيها اللحيمات اييه فوالا لا غير كنخبطوا بها هكايا اييه هي هذيك كنرجعوها غير كنحركوها اييه حيت هذاك اللي دا هذاك حيت اللحم خضراء يعني الماء ديالها وداك الشيء كلشي كيهبط لتحت يعني في المحا كنحاول نفكوها باش عاوتاني كلشي هذيك اللحم تشرب عاوتاني هذيك فهمتي واخا الفكره ما عرفتوهاش لا دابا وضحت دابا 24 ساعه كنخليو هاد الحيمات في بواطه محكمه الاغلاق ومره كنبداو نرجعوها نحركوها باش داك اليدام يعاود يدخل داك الحيمات واخا بقات عاوتاني اكثر من 24 ساعه باش مره ما تيطرى ليها والو يعني يبغى 24 ساعه راه زوينه صافي من بعد كنديروا بلاتي يا مليكه كنخليوها غير في الثلاجه لتحت ماشي في الفريغو لا في الثلاجه ماشي فريغو لا واخا صافي مزيان اها ديالها هو اللي كيك غير كنحركو مره كنحركو باش حيت راه داك الماء كيهبط من تحت وهذا باش سميتو بقى الشرمولة في الحيمات واخا من بعد لا يدير واحد يزيد على 24 ساعه اخرى وداك الشيء راه ما كاين حتى مشكل واخا باش كنخليه حتى ايام انا في الثلاجه واخا الا ما تنعيش وما كيطرى ليه والو حيت هو فيه الملح فيه كل شيء ما كيطرى ليه حتى حاجه اها من بعد كنجيب طنجره ديما الطنجره اللي كنبغيو نطيبوا فيها الخليه كتكون ثقيله شويه باش ما كتلصقش لينا القليه الخليه نفس الطريقه كنديروا هذيك الشحمه كنديروا الطريفات ديال هذا دوك الحيمات وي كنسمعوك مليكه نعم كنسمعوك مليكه ملي كنديروا هذوك الحيمات هنا الحيمات هذه راه ما كنغسلوهاش فوالا يعني من البواطه كنحطوها في الطنجره من البواطه كنحطوها في عفني ما كنغسلوهاش كنزيدوا الشحمه وكنزيدوا الزيت وكنزيدوا كاس ديال الماء دائما كيما كنت ما كثروش صافي وكنخليوها على نار مهيله بحال الاخر عادي مره كنحركو حتى كيطيب لينا هذاك سميتو راه كيبان اللون ديالو يعني بحال طايب مزيان وداك الماء راه تبخر مزيان يعني ما بقاش فيه الماء وكنديروا ليه عاوتاني نفس الحيله باش كنعرفوا انه داك العود داك الطريف ديال الكتان عاود في الزيت وكنشعلوا فيه العافيه نشوفوا واش غيشعل ولا الاخرى فاش كنشوفوا صافي راه هذيك الشحمه راه دابت يعني بقى لينا غير داك اليدان اللي بغى يشوفوا راه عندي في القناه باش يشوف الطريقه كيفاش شوف تبارك الله عليك بدا مليكه اول شيء تبارك الله على المتتبعين ديالك وتبارك الله عليك حتى المتتبعين ديال شاديف فم لان ما شاء الله عليك الوصفات ديالك صراحه الصيد ديالها ضايع ما شاء الله ماشي غير هنايا تبارك الله حتى في الدول الاخرى الجميل هو انك الوصفه عطيتينا جوج طرق السيده اللي ما تبغيش ديك القضيه ديال ان كل ساعه تحطها في الفران وتحيد والطريقه ديالنا ديال الثلاجه حتى هي طريقه اللي هي سهله صراحه ما شاء الله عليك على الوصفات ديالك واكيد مليكه من تيزني ترى تبارك الله اسم اللي هو ما شاء الله معروفه بزاف دونك هادي وكيف حتى هو نفس الطريقه كنحتفظوا به نفس الشكل حتى هو يقدر يبقى عام الا بغينا نخليوه ياك مليكه غير هو السير اختي جميله هو السيده يعني لهذه المرحله ديال الاخر يعني حتى كتبان هذيك الشحمه راه دابت تماما يعني بقى غير اليدام يعني صافي كيف كنقولوا الزويته واقفه الزويته واقفه هنا فاش كدير هذيك المرحله ديال كتهز شي كاغط هكا كتخشي في هذاك الزيت في هذاك اليدام وكتشعل عليه البريكه غير الا بان ليها راه كيترتق هنا راه خصو مازال صياد يعني باقي فيه الماء باقي فيه الماء هذه القضيه معروفه كنديرها نشعلو ليه حتى كي وتعاود ثاني تخلي واحد 10 دقائق هكا حتى كتاكد دير هذيك العمليه حتى تاكد تماما انه ما فيه الماء وهنا الا ما فيه الماء اختي جميلة ما تخاف عليه والو ما غيتصوف ليها ما غيخسر ليها ما غيبقى ليها هكليك مده عما يطرى ليه والو تبارك الله عليك صراحه اجي نختموا معك بالبقوله
حبيبة الجماهير في هذا الوقت. نعم اجي نشوفوا البقوله بالطريقه ديالك ملكه متيزنيت. يلاه دابا الوقيته ديالها عندنا اربعه ديال الربطات ديال البقوله اللي ما عندها البقوله بحال الناس اللي على برا داكشي يديروا التبانيق. وي ها كنغسلوهم مزيان وكنرقدوهم في الخل، من بعد كنصفيوهم وكنقطعوهم. واخا عندنا ربطه ديال المعدنوس والقزبور، ايه ندير واحد ربطه ثنين يكونوا كبار، عندنا اربعه الفصوص ديال الثوم، ايه كنحيدوهم غير القشره وكنخليهم هكاك صاينين. عندنا نص حامض بنصيره مقرده بالقشره ديالها، عندنا كاس ديال زيت بلديه، ايه توابل، عندنا شويه ديال الملح، الا درنا لي زيت فيناغرا تيكونوا مالحين ديجا، وي نقللو من الملح، وعندنا السودانيه ولا الهريسه، وعندنا شويه ديال الكمون، عندنا التحميره، عندنا شويه ديال القزبر يابس صافي اللي كاين، وتزينها كنزينو بالزيتون والحامض، وعندنا ربع كاس ديال عصير الحامض نسيتو. هاد هما المكونات. واخا كنشدو الكوكوط ديالنا كنجمعو فيها المكونات كاملة، ما كنتحرو ما حتى حاجة، كتجي زوينة هادي اللي ما كنتحرو ما حتى حاجة، ما كنفورو ما حتى حاجة، كنجمعو كندير كلشي في دقة. كلشي في دقة مزيان هي راه ما راه ما كندير لا ما لا حتى حاجة، هي راه كتطلق الماء ديالها، انا ما كندير لا ما لا حتى حاجة، كنسدو عليها الكوكوط على عافية مهيلة متوسطة مهيلة تقريبا 21 دقيقة، من بعد كنحلو عليها، إلا لقيناها باقي فيها الماء راه كنخليوها حتى كتنشف تماما، عاد كنزيد عليها داك عصير ديال الحامض هو الأخر هاكاك. آه صافي، وكنقدموها في الصحة والراحة اللي بغات تزيد عليها شوية ديال الزيتون هاكا سميتو خضر وشوية ديال الحامض. الله يعطيك الصحة. اليوم الوصفات اللي دارت ملكة ساهلين، يعني غير اللي ما بغاش هذه ديال البقولة صراحة اللي قلتي كلشي في دقة عجبتني بزاف يعني ما كاين لا شحر لا تسنى لا فور. ونتيجة وبحال بحال النتيجة هي هي. المهم ان يكون المذاق لذيذ. ما شاء الله عليك الصوره غزاله بزاف. هاد الوصفات كلهم اللي خدينا من عندك ملكه غينزلوا كلهم على الصفحه الرسميه شادا اف ام، واكيد بالصور ديالهم بالمقادير اللي ذكرتي والطريقه ديال التحضير. كنشكرك بزاف ملكه على الوقت ديالك، شكرا لك وتحيه من خلال كل ساكنه ديال مدينه النقره او مدينه تيزنيت كيف كنسميوها. ما شاء الله عليك ملكه، شكرا لك وشكر موصول لكل الساده والسيدات. كنتمنى لك عاود سنه سعيده ملكه ونهاركم مبروك اختي. الله يبارك فيك، شكرا لك.